التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. تتواصل انطلاقات ومنافسات سن اللقاية في هذا الصباح والتحديات الخاصة بهذا السن. على بركة الله أعلنت انطلاقة ثامن الأشواط، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الأسماء، نتابع التحديات ونشاهدها من خلال قناة الريان. نسير مشاهدين الكرام مع هذا الشوط، الشوط الثامن، ونتابع البداية والصدارة. نتابع أول المراكز وأول المنطلقين في هذا الشوط. هناك نتابع المركز الأول والصدارة من خلال هذه الانطلاقة. شعار بن عايض من يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا شاهين على المركز الأول، بينما أتابع التغيير من مغادر. مغادر القادم في هذه اللحظات لراشد بن عويضة بن قريع الجابر القادم مع هذه اللحظات، بينما أتابع التسلل من الجانب الآخر والوصول هناك مشاهدينا الكرام من سياف. سياف من غير على الصدارة لسالم بن مسعود بن سعيد بن قطامي من يغير على مقدمة الشوط، بينما أتابع شعار بن عايض المتواجد مع المركز الثاني من يقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة وهذه الثنائية من خلال تواجد هذا الشعار. أتابع سراب المحمد بن علي بن حمد بن عايض مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع مغادر راشد بن عويضة بن قريع الجابر المري، بينما أتابع المركز الثالث. وصول في هذه اللحظات من سياف علي بن محمد بن سالم الزبدان القادم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول في هذه اللحظات من سياف قادم شعار بن قريع فهران بن عتيق بن محمد البريد المري، أيضا صاحب الأشواط الرئيسية في هذا الصباح. بن قريع يتقدم ويحضر في منافسات سن اللقاية من خلال أيضا هذا الشعار المعروف. نتابع من خلال انطلاقة سياف مع المركز الخامس، بينما أيضا أتابع وصول من ذاهب لعبد المحسن بطالب بن عمارة. هذه الأسماء الأولى مشاهدين الكرام المتقدمة في هذا الشوط، ولكن العودة إلى البداية. نتابع شعار بن قطامي من يحضر مع سياف على الصدارة وعلى البداية. سالم بن مسعود بن سعيد بن قطامي هنا يقدم لنا سياف على المركز الأول، بينما أتابع سراب مع المركز الثاني. محمد بن علي بن حمد بن عايض الحاضر والمتواجد مع المركز الثاني، ولكن التحرك من مغادر مع المركز الثالث. راشد بن عويضة بن قريع الجابر المري القادم مع المركز الثالث. الله الله إلى أسماء، ولكن أتابع القادم ذاهب عبد المحسن بن طالب بن عمارة مع المركز الرابع. بن قريع هناك أيضا يصل مع المركز الخامس من خلال تواجد سياف فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. الله إلى أسماء، الله إلى التحديات القادمة مع لافتة الكيلومتر الأخير. الله بن قطامي، بن قطامي على الصدارة مع سياف. سياف على مقدمة الشوط، سالم بن مسعود بن سعيد بن قطامي يقود هذه التحديات. يقدم لنا سياف، ركز يا بن قطامي مع هذه الانطلاقة. بن عايض القادم مع سراب مع المركز الثاني. محمد بن علي بن حمد ألف هيده المري، وهنا أيضا أتابع مغادر مع المركز الثالث. راشد بن عويضة بن قريع الجابر، وهناك أيضا أتابع القادم ذاهب عبد المحسن بن طالب بن عمارة. الله الله، رباعية البداية بقيادة سياف وسراب القادم مع المركز الثاني. ومغادر مغادر مغادر يغير في هذه اللحظات، وهناك أيضا سراب من الجانب الآخر. بن عايض، بن عايض هنا يتقدم ويقدم لنا سراب. محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. الله الله، سراب 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 يغادر الجميع من خلال هذه الانطلاقة بشعار بن عايض. سلام
سلام سلام على هذا الأداء. والنقطة الخامسة في هذا المحلي يحضر بن عايض كعوايد ويقدم لنا أيضا هذه الأسماء. تهانينا والناموس لمالك سراب محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. المركز الثاني مغادر لراشد بن عويضة بن قريع الجابر المري. المركز الثالث ذاهب لعبد المحسن بن طالب بن عمارة. والمركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام سياف لسالم بن مسعود بن سعيد بن قطامي. والمركز الخامس وصل شاهين محمد بن علي بن مبارك آل بريص المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود للتوقيت الزمني كما تابعت وشاهدت سراب شعار بن عايض الحاضر مع هذه الانطلاقة. قدم لنا سراب في هذا الشوط بأداء ممتاز. توقيته الزمني 6:27 تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام مغادر ب6:10.3 من الثانية. الثانية لراشد بن عويضة بن قريع الجابر المري. بينما وصل في المركز الثالث ذاهب توقيته الزمني 6:10.48. الثانية لعبد المحسن بن طالب بن عمارة. تهانينا والناموس للجميع.